اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه متواصلين معاكم في ترند الاهلي عشان في كلام مهم محتاجين نتكلم فيه بالنسبه للمرحله اللي جايه. وعارض معاكم دلوقتي بالنسبه للفتره القادمه، الاهلي بينهي تصريح سفر كهربا الى المغرب لمواجهه الوداد المغربي. اتفقنا ان خلاص باقي مباراتين وكهربا ان شاء الله هيكون جاهز للمشاركه مع النادي الاهلي محليا في الفتره القادمه، لكن المشاركه الافريقيه ما فيهاش اي مشكله واي ازمه، وهيكون تصريح السفر جاهز لسفر كهربا مع الفريق استعدادا لمواجهه الوداد المغربي. لكن عايز بس افسر حاجه مهمه جدا لكل المشاهدين، لان امبارح كان في ورقه رسميه من الاتحاد الدولي بتعلن من خلالها كل التفاصيل المتعلقه بقضيه كهربا. هذا الخطاب هي مش قضيه جديده او استئناف جديد لدى الاتحاد الدولي، لا، ده خطاب مرسل لكل الاطراف المعنيه في هذه القضيه، سواء محمود عبد المنعم كهربا، سواء نادي افيش البرتغالي، او حتى محامي كهربا، ونادي الزمالك اللي رافع القضيه، ونادي الاهلي كطرف في هذه القضيه. نادي الزمالك كان رفع قضيه على النادي الاهلي في هذا الموضوع، والحمد لله في لجنه فض المنازعات برأت النادي الاهلي تماما من هذا النزاع. لكن هذا الخطاب تفسيره حاجه واحده بس، ان كهربا طعن على قرار لجنه فض المنازعات في المحكمه الرياضيه الكاس. وهذا الخطاب هو اختار لكل الاطراف المعنيه ان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا طعن في المحكمه الرياضيه في الكاس، فبالتالي تم ايقاف الحكم وسيتم ارسال الحيثيات خلال الفتره القادمه. لما يتم ارسال الحيثيات لكهربا والمحامين وكل الاطراف المعنيه، هيبدا كهربا يشتغل على فكره الحكم ده صدر بناء على ايه. وهنا كهربا هيكون عنده اسانيد قانونيه للطعن على هذا الحكم وتفاصيل التعاقد اللي اتحاد الكوره اعتمده في لجنه فض المنازعات. اذا القضيه لسه فيها حاجات تانية جايه في الفتره اللي جايه، وعايز اقول لكم هيكون فيها مفاجآت مدويه، واللي عايز ياخد فلوس هو اللي هيدفع فلوس، وهتعرفوا ازاي الفتره الجايه، لان قضيه كهربا فيها تفاصيل كتيره. لكن الحمد لله هذا الملف تحديدا هيكون درس للي بيحاول يتلاعب باللوائح وبيتلاعب بالقانون. لكن الموقف القانوني للاهلي سليم، وكهربا يطعن على الامر او طعن تحديدا في المحكمه الرياضيه، والخطاب ده لارسال الاطراف المعنيه ان حصل استئناف على القرار في المحكمه الرياضيه، وبالتالي ايقاف قرار حكم التعويض اللي صدر في لجنه فض المنازعات. دي جزئيه ليها علاقه بموضوع كهربا الفتره الجايه، عشان كان في لغط على السوشيال ميديا والناس كانت عايزه تعرف النزاع او خطاب الفيفا ده الهدف منه ايه. لكن هي في النهايه هو خطاب للاطراف المعنيه ان حصل استئناف على القرار في المحكمه الرياضيه. طيب نكمل معاكم في ترند الاهلي، وهنا صفحه الاهلي اليوم بيتكلم على اليو بادجي، ان اليو بادجي من خلال لعبه في الفتره الحاليه لعب 415 دقيقه، سجل 3 اهداف وعمل اسيست، صنع 3 اهداف بمعدل مساهمه في هدف كل 69 دقيقه. لسه منتظرين الجديد من اليو بادجي، والصفحات الجماهيريه للنادي الاهلي بتهتم بادق التفاصيل بكل اللاعبين، وبالتاكيد هيكون في دعم ومسانده بالنسبه للمرحله الجايه. وحتى في ختام الصفحه بسم الله ما شاء الله استمر يا بادجي. نكمل معاكم لهذا التويتة لصفحة الاتحاد الافريقي كاف، واللي اتكلم على فكرة ان النادي الاهلي من ضمن الاندية الاربعة المشاركة في دوري الابطال الافريقي، وعندها استعداد للفوز بالبطولة، والاربع اندية الاهلي والوداد والرجاء ونادي الزمالك. وطبعا في الصورة انتوا شايفين ان وائل جمعة اخر دوري ابطال ككابتن للفريق حصل عليه، لكن اخر صورة كان من حوالي بنتكلم في 17-18 سنة، كان حازم امام وقتها كابتن الفريق لما خدوا دوري ابطال افريقيا. لكن من خلال هذا الفيديو الاتحاد الافريقي بيعلن عن مواعيد نصف نهائي والانديه المشاركه في نصف نهائي دوري الابطال. متابع لسه مكملين معاكم من الحساب الرسمي للكاف، ولكن من خلال صفحة تويتر برضو اللي نشرت كلام مهم جدا بالنسبة لي مؤمن زكريا. طيب مكملين معاكم وهنشوف اللي اتنشر بخصوص مؤمن زكريا على الصفحة الرسمية للكاف بالعربي، وكانت رسالة دعم لمؤمن زكريا: ننتظرك قريبا إن شاء الله يا مؤمن، أحد اللاعبين اللي كان لهم دور كبير جدا مع النادي الأهلي في البطولات الإفريقية ودور الأبطال، ولا ننسى مباراة النجم الساحلي ومباراة الوداد المغربي في بطولة عام 2017 والأداء المميز لمؤمن زكريا مع النادي الأهلي. ومؤمن رد على الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي وقال: أشكركم جميعا على الاهتمام والاطمئنان على صحتي، كل اللي محتاجه منكم الدعاء بالنسبة للمرحلة القادمة. طيب هل الكلام ده كان على الصفحة الرسمية للكاف على تويتر؟ لا، كمان مكمل معاكم ولسه في الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي فيفا بالعربي على تويتر أيضا، ودعم فيها مؤمن زكريا وكتبوا: ستعود أقوى. ومؤمن زكريا عمل ريتويت على تويتة الفيفا
وقال وقتها: أشكركم جميعا على الاهتمام والإطمئنان على صحتي، كل اللي محتاجه منكم الدعاء. ألف مليون سلام عليك يا مؤمن، والفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله تكون حاضر معانا وجاهز بالنسبة للمرحلة القادمة. طيب أروح بسرعة لفقرة ترند أونلاين، وعلى الهاتف الناقد الرياضي والصحفي المتميز الأستاذ علي معالي، الكاتب الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية من الإمارات، على الهاتف معانا. أستاذ علي مساء الخير عليك. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. أولا برحب بيك على شاشة الأهلي وسعداء بوجودك معانا، لأنك أحد الصحفيين والإعلاميين اللي صاحب بصمات قوية هناك في الإمارات وفي الإعلام العربي خلال الفترة الأخيرة. الله يبارك فيك، زي البشر. الله يخليك. عايز أسألك يعني كيف تتابع الدوري المصري وشكل المنافسة وتوقف الدوري في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، وتأثير هذا التوقف على انطلاق المسابقة واستئنافها في الفترة الأخيرة؟ شفت الأمور دي إزاي وقيمتها إزاي كمان سواء رقميا أو حتى كإعلام ونقد رياضي؟ هو بطبيعة الحال الدوري المصري زي أي دوري على مستوى العالم تأثر بفيروس كورونا، ولكن الأهلي استطاع أن يحافظ على قمته سواء قبل كورونا أو بعد كورونا، ودي طبيعة الأهلي خلال هذا الموسم أنه مسيطر بشكل قوي جدا. طبعا الدوري المصري بعد كورونا كان فيه إصابات، وده طبيعة اللاعب المصري للأسف، الجانب الاحترافي عنده ضعيف للغاية. الإصابات وضحت في يعني الأهلي عنده حالتين من الإصابة، سواء حالة محمود فهمي رباط صليبي أو عمرو الصليبي في الماتش الأخير، بالإضافة لقبل كده طبعا في عدد من اللاعبين أصيبوا سواء في المصري سواء في الزمالك سواء في الجونة، عدد من اللاعبين أصيب وفي سموحة كذلك. فهذه الإصابات طبعا راجع لعدم اللعيبة نفسها، الحياة الاحترافية مش عايشاها زي ما بتتطلب الأمور الكروية. الدوري المصري طبعا يعني حتى انطلاق الدوري بعد كورونا كانت هناك شكوك كبيره في انه ينطلق مره اخرى، وده للامانه احد الاسباب الرئيسيه في عدم الثقه في القائمين على اتحاد الكره بشكل عام، لان احنا في الكره المصريه في اتحاد الكره بشكل خاص يعني ما فيش حته التزام بالتوقيتات والمواعيد، ودي خلت اللاعبين والمدربين والمسؤولين على الانديه حتى مع انطلاق حتى مع عوده الدوري في خوف ان الدوري يتلغي مره اخرى. عدم الثبات على قرار في الاتحاد الكوره بانطلاق او توقف او مباريات او الى او نوعيه المسابقات دي بتشكل عبء كبير جدا على الكره المصريه بشكل عام في اتخاذ قرار مناسب. يعني احنا حضرتك انت استاذ محمد بتشوف مثلا في الدوري السعودي الهلال توج بالدوري من يومين يعني. بالظبط. الموسم الجديد اتعرف هيبدا امتى وهيخلص امتى والتوقف امتى، كل حاجه واضحه. يا استاذ علي عايز اقول لك على حاجه، الجوله ال 24 يوم الجمعه، الجوله ال 25 يوم 7 سبتمبر، يعني باقي جولتين. طب بعد 7 سبتمبر الجدول فين؟ محدش عارف. النهارده اعلنا الاجنده الرسميه للاتحاد الافريقي ونشرنا كل حاجه بالورقه واتكلمنا عليها بالورقه والقلم لغايه يوليو 2021 قبل اولمبياد طوكيو، لكن الدوري المصري حتى هذه اللحظه اتحاد الكوره ما عرفش مستني ايه. الاجنده اتحددت في اكتوبر هتبقى وديه، والمفروض اتحاد الكوره ما يعملش اجنده عشان الدوري يخلص وارسال اسماء الانديه. اجنده نوفمبر اتحددت، كل حاجه متعلقه بالفتره القادمه حتى طوكيو 2021 اتحددت، ومع ذلك الدوري المصري محدش اللحظه دي عارف امتى هيخلص او الجوله اللي بعد القادمه هتتلعب امتى. ما هو للاسف دي يعني احد العيوب القاتله في الاتحاد الكره المصري، التوقيتات وتنظيم المواعيد للمسابقات امر يعني حسب الاهواء ما تعرفش، حسب المزاج ما تعرفش. يعني انا ازعم ان مثلا على سبيل المثال مثلا في انديه عندنا رغم المفترض ان الانديه دي انتخابات وان الانديه دي فيها جامعات عموميه وان الانديه دي يعني فيها استقرار اداري، يعني ارى ان بعض الانديه عندنا رؤساء الانديه بيعاملوا هذه الانديه كانها العزب بتاعتهم او كانها العصيان بتاعتهم، وما فيش حاجه اسمها اراء للجمعيه، اراء للنادي، اراء لاعضاء نادي. برضه اتحاد الكوره مثل هذه الامور مفترض انه في التوقيتات والمواعيد يجب انه يضع روزنامه من البدايه للنهايه ويجبر الجميع على الالتزام بها. يعني في موقف طريف انا تابعته في الدوري السعودي خلال الفتره اللي فاتت. نادي اسمه نادي جده. النادي ده اصيب فيه ما يقرب من 12 او 13 لعيب بكورونا. بالظبط. اداره النادي لم تعلن عن الاصابات خوفا من العقوبه، وده طبعا ده مش مبدا يعني، لكن خوفا في لغط. في لغط كتير في الدوري المصري يا استاذ علي، فعلا ده حقيقي. طيب حقيقه ودي بالزبط. يعني انا بزعم من حتى المدرب المصري هو الاخر
عايز الدوري يقف يعني قبل لما قبل انطلاق الدوري بعد كورونا. كان في عدد كبير من المدربين مش عايزين الدوري يبدا حفاظا على مراكزه، مش خلاص على بعد اعلان كل شيء من الكاف خلال الساعات القليله الماضيه، خلاص الموضوع اصبح رسمي ولازم ينتهي بمواعيد خلال الفتره القادمه، واتحاد الكره اصبح ما بين المطرقه والسندان، لازم ينهي المسابقه ويعلن الجدول الفتره الجايه. لكن اخر حاجه يا استاذ علي عشان ما اطولش عليك، بما انك طبعا قريب الصله من ديوجو ارماندو مارادونا وصديق شخص ليه، وانا لمست ده بالتاكيد خلال وجودي في الامارات معاك في الفترات السابقه، وهكلمك على النجم الارجنتيني ايضا ليونيل ميسي. موقف ميسي الفتره القادمه، وهل ممكن يكون في مانشستر سيتي، وعارف ان في صله قرابه ما بين اجويرو مهاجم مانشستر سيتي مع مارادونا، ايه الوضع، ايه الموضوع عندك جديد اكيد في هذا الموضوع يا استاذ علي؟ يعني انا امبارح كنت على تواصل مع مدير الاكاديميه الاتحاد الارجنتيني اسمه مستر توفوني، مدير اكاديميه دي الاكاديميه واحده من الاكاديميات الكبيره على مستوى العالم يعني. تمام. واللي بيفكروا الفتره الجايه انهم ينشروها على مستوى يعني حوالي 200 اكاديميه حول العالم. اتكلمت معاه في موضوع ميسي، ولان اللي هو مقرب جدا من والد ميسي كمان وعلى علاقه وطيده معاه يعني، لدرجه انه قال لي ان انا بعت له رساله على الواتساب قلت له ما تستعجلش، لكن واضح بشكل عام ان ميسي سيترك الدوري الاسباني، سيترك برشلونه يعني لليوم الثاني على التوالي، لا يحضر التدريبات، ودي مش عاده النجوم الكبار زي كده الا اذا كان في موقف سيتخذ. انتقاله للدوري الانجليزي اصبح يعني بنسبه تفوق 90%، حتى الراجل توفوني نفسه الارجنتيني نفسه قال انه فعلا يجب ان ينتقل للدوري الانجليزي، يجب ان يغير زي ما بيقولوا الهواء اللي يستنشقه من اسبانيا الى انجلترا. اضافه لكده برشلونه يعني بشكل واضح اصبح دي ثغرات كثيره جدا، يعني كنا زمان بنقول ان مارادونا يشيل فريق، وده كان دي حقيقه، مارادونا كان شايل نابولي وكان شايل منتخب الارجنتين كلاعب لوحده بالظبط بمهاراته بقدراته العاليه، لكن اتضح ان ميسي لا ما يقدرش لا يشيل برشلونه بمفرده ولا يشيل منتخب الارجنتين، وده والادله واضحه انه مع برشلونه لما الدفاع بتاعه تهاوى نسبيا الفريق كله تهاوى يعني. لكن هو عايز يكون في السيتي مع جوارديولا ومع اجويرو. هو هينتقل للدوري الانجليزي، واعتقد النادي الافضل والنادي الاقوى والنادي الاغنى اعتقد هو السيتي، على اعتبار انه تمام. فيه مجموعه كبيره جدا من المدربين واللاعبين اللي يستطيعوا انهم يدعموا حتى ميسي نفسه زي ما حصل معاه في برشلونه. اكيد. استاذ علي معالي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، شرفتني ونورتني وسعيد بمداخلتك معانا، وباذن الله هنتابع معاك الامر خلال الفتره القادمه. اكتفي بهذا القدر، ثم فاصل، وبعد الفاصل نواصل حلقه النهارده من برنامج الترند.